اهلا ومرحبا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات احب الاطفال. بس بقى جبت لكم معايا النهارده هنعمل بقى تجربه جديده حلوه جدا جدا بالخلاط. هنضرب بقى في الخلاط ايه مش هتصدقوا، صلصال فظيع جميل جدا هنضربه مع بعض النهارده. واو بصوا بقى عندنا كذا نوع مختلف. اول حاجه معانا ماركس ثينكينج بوتي، بصوا بقى باللون، الله بصوا اللون النبيتي على روز كده شكله حلو جدا. هنضربه بقى في الخلاط مع اللون التاني بقى نشوف يا ترى ايه اللون التاني. واو بصوا ده لون بقى رمادي شكله برضو جامد جدا، سيلفر كده مدي على سيلفر. اوكي ومعانا بقى ايه اللون التالت، واو ثينك بوتي برضو، بصوا بقى باللون الاورنجي الفاقع قوي ده، ايه ده هنضرب بقى تحس ان هو لون المانجا. ومعنا ايه بقى تاني، بصوا هنا برضو كريزي ارن ثينكينج بوتي هنا بقى باللون الشفاف. واو يا ترى بقى التجربه دي هتدينا ايه الالوان دي كلها مع بعض، محدش عارف. بصوا شكلهم جامد ازاي. اوكي نضربهم بقى في الخلاط مع بعض الحاجات دي كلها. واو انا متشوقه ومتحمسه جدا اللي ترى الاربعه دول بقى مع بعض هيدونا ايه. تعالوا بقى نفتح الخلاط ونبتدي بقى احنا نحط بقى فيه الصلصال الذكي ونشوف بقى اللي هيحصل. مستعدين؟ فتحت بقى الخلاط اهو، احط بقى اول لون معايا هنا ايه اللون البينك ده، الله بصوا شكله لونه كمان جامد قوي. بصوا فاكرين كان فيه المغناطيس بيأثر بقى بيغير في لونه، فاكرين كنا عملنا تجربه تانية على كنت رهيب الاطفال وعندنا نختبره شفنا قد ايه المغناطيس بيفرق في اللون بتاع الصلصال. اوكي حطيناه بقى كده وبعدين هنا طلعنا بقى اللون الرمادي، الله بص بقى شكله على سيلفر كده نحطه بقى كده وهنا بقى اللون الاورنج. واو شكل اللون لونه جامد جدا اهو حطيناه بقى كده. وهنا بقى بصوا حطينا بقى اللون اللي هو الشفاف ده، يا ترى بقى الخلطة الفظيعة دي هتدينا ايه هنشوف مع بعض دلوقتي. واو اهو بصوا بقى حطينا كل دول فوق بعض اهو ظبطناهم بقى كلهم. بصوا بقى اتنين واتنين يا ترى بقى الاربعة دول لما نخلطهم هيدونا ايه. واو بصوا ابتدوا فعلا ان هما يكسروا، ايه ده ايه ده بصوا يعني اتضربوا كده خالص الوانهم شكلها بقى جامد جدا. واو ايه ده ده تقطعوا وما تخلطوش ببعض خالص. تعالوا نكمل بس كده. اعتقد كده كفاية. بصوا بقى شكلهم عامل ازاي، واو بصوا الاربع الوان فوق بعض مدين خلطة جامدة جدا. تعالوا بقى نطلعها ونقعد نفعص بقى فيهم كده اهو. بصوا ايه ده شكلهم بقى فعلا جامد، بصوا فعصناهم ازاي، الله بصوا الالوان بتاعتهم مع بعض الاورنج مع الفضي مع الشفاف مع البينك مديني لون حلو جدا. عملنا صلصال الذكي بالواننا احنا والخلطه بتاعته فعلا شكلها فظيع، لا لون الالوان مع بعض يجنن. بصوا بقى نقعد نفعصهم كده ونعملهم بقى كوره، يعني شكلها عجبتني جدا. ايه بقى في الكومنتات رايكم فيها التجربه الفظيعه اللي انا عملتها لكم النهارده دي. بصوا الالوان، الله لو احنا اصلا لبسنا الوان باللون ده هيدينا شكل حلو جدا، انا كنت متخيله ان هو يكون لونهم حلو قوي كده شبه الالوان بتاعت البغبغين. واو بصوا عمال اخلط فيهم اهو وفعص عشان تقدر ان هي تتغير يحصل ميكسينج للكالرز، وممكن ناخد بقى حتة ونزودها عليهم. ممكن نجيب كمان المغناطيس بقى نقعد نلعب بيه
ما هو بص طلع لكم بقى دلوقتي المغناطيس. بص بقى بص واو بص بيتأثر بقى بيه ازاي. طب احنا كده خلينا كده عملنا ان هو كله مغناطيس، حتى لو كان في نوع واحد بس مغناطيس، بس عشان كله بيتأثر. بص بقى بيكنه، بصوا ازاي التعبان ممكن نعمل بيه تجارب ونوريه بقى لاصحابنا زي السحر كده. واو انا شايفه ان هي تجربه حلوه جدا، واللي انا عملته كمان عجبتني قوي. اتمنى اصحابي ان هي تكون عجبتكم. بليز قولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في التجربه الفظيعه اللي عملتها لكم النهارده. ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات رعاية الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.